السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نستمتع برياضتنا ونستمتع في متابعة أبنائنا اللاعبين وأخواننا في لقاءاتهم الكروية، وأيضا ما هو مطلوب منهم في منافسات الرياضية إن شاء الله. الاستعداد، الانتظار، الانطلاقة. هاشم الرفاعي سافرت البداية مع العنابي، ركلة طويلة ملعوبة لصالح السالمية، توصل فوز العتيبي، لكن معاذ الظفيري يبعدها. عبد الرحمن بيكمل إلى النصر، غير حاضر في أرضية الملعب. كرة ملعوبة، أحمد الرياحي ناحية اليسار، نقلة جميلة إلى سيد ضياء، والمحاولة الآن بكرة عرضية بتمر لكن بعيدة ليتابع حمد القلاب، وبالخطأ، لكن هذه الأخطاء ممكن تؤدي إلى قرارات إدارية. مهدي نهاية وفاول الآن، بس مارك دينيس ينتظر التمرير من بهاء عبد الرحمن، بهاء المرمى لكن بعيدة بيحاول يسدد على المرمى بهاء عبد الرحمن. كرة عبد الرحمن إلى قاسم الزين ناحية اليمين، قاسم الزين كرة معاه، يلعبها إلى ناصر العجمي، توصل إلى دحام، صيرة رياحي بهي يتابعها، يتركها للرياحي، رياحي مرة ثانية عرضية بتمر لكن سويدان يبعدها، ساعد ندى بيتابعها، ترجع مرة ثانية للنصر، محمد دحام ناحية اليمين، كرة ملعوبة عرضية بتمر لكن مساعد ندى أيضا، هاشم الرفاعي كرة ملعوبة لصالح النصر، تنحط بالرأس خطرة وفي رايه وموقف التسلل الحاضر في اللقطه الاخيره. كره لبن في التدخل الاخير، شوف بدايه اللعبه وشوف التدخل، مو على روبن لكن ثنيني الى العتيبي، نغله حلوه لكن بهاء والعجبي مرر الى العجبي، تدخل من مساعد، شايف كل قوه الحقيقه بهاء عبد الرحمن لكن بتمر الكره بعيدة عن مرمى نادي السالمية، ويحدد مكان وقوف الحيطة البشرية من اللي راح يشوت بها ولا سيد ضياء، اعتقد سيد ضياء بيلعبها على المرمى لكن تضرب الحيطة البشرية، ترجع مرة ثانية بيلعبها عرضية والمحاولة موجودة لكن يبعدها فهد المجبد، كرة ملح مبارك الفنيني والنغلة ايضا مستمرة لصالح السالمية، فوز العتيبي ممكن تكون خطرة لكن التغطية موجودة من باع عبد الرحمن، كرة لخارج الملعب، كورنر لخارج الملعب، كورنر لصالح السالمية، تكافؤ إلى ناصر العجمي، أحمد الرياحي والأفضلية في التمرير من جهة اليمين، قاسم الزين بيلعبها عرضية والرياحي يحطها براس الله، فوق العرضة عدت وكانت قريبة أحمد الرياحي، شوف لي عادة وشوف الزين وضعها حلوة ليه، ومساعد ندى بيستقبلها واحمد الرياحي بيخطفها، كره لصالح النصر بيحاول يمر واحتكاك وافضل في الاستمرار، دينيس الله، دينيس عمل كل شيء جميل في رايه، وموقف التسلل موجود في اللقطه الاخيره، شوف الاعاده وشوف بعد نهايه الكره، فواز النصر بيمرر حلوه، احمد الرياحي خطره على المرمى، الله بجانب القائم الايمن، ومع التغطيه الحقيقه بتروح فرصه للنصر حقيقه، شوف الاعاده وشوف الرياحي وشوف الكره المسد الى الكورنر لكن مقطوعه، احمد الرياحي هذه اجمع عكسيه الان، المحاوله الان لصالح النصر، لصالح العنابي، والرياحي بيلعبها الى مشعل فواز، هذه خطره على المرمى، الله احمد عادي بيقدم نفسه ايضا كمدافع شرس مع المدافعين، وفرصه كانت لمشعل فواز
أن يهدد الفارق بهدف ثاني، لكن أحمد عادي حارس مرمى نادي السلمية حاضر وموجود ومساهم مع التغيير التكتيكي لنادي السلمية. نايف زويد، طارق البنيني، زويد، لكن التغطية دفاعية وترجع مرة ثانية فابيانو، خطرة ومحاولة للتركيز، فابيانو بينقلها إلى المساوي برأسه، والمحاولة خطرة من جول نايف زويد، لكن تنشال ترجع مرة ثانية، كرة ما زالت سلماوية، هذه خطرة لكن جميل بينقلها ناحية اليسار إلى أحمد الرياح، هذه خطرة لصالح النصر، دينيس بالجول، الله دينيس بالجول، لأنه هو واجه الجول ويعرف طريق الجول ويسجل جول 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 بالدقيقة 90 في أحداث المباراة. جميلة من سيد ضياء في البداية في منطقة الوسط إلى رسمة أيضا بتوقيع أحمد الرياحي ليختم إذن برواز هذه اللمسة الجميلة واللقطة الجميلة. دينيس سيسوجا جول نصراوي، جول بجمالية بإتقان بلعبة دينيس سوجا، قول لصالح النصر، استمرار في تسجيل الأهداف واستحقاق. إذن النصر يفوز على السالمية بنتيجة 3-1 بأهداف جميلة وختمة جميلة من مشعل فواز بلمسة جميلة. وضع تابعنا أحداث الشوط الثاني مشاهدي، حديث في الاستوديو التحليلي أكيد راح